القضايا العامة مستقرة وفيه انحدار إن شاء الله، يعني ما كاش يعني نوتر فلومبي كما تعرف منذ 15 يوم يعني العدد يعني في تراجع. جميع الهيكل الصحية يعني ضب فيها راه متسع من الأسرة الكافي لجميع الحالات المسجلة، وكما تعرف المجهودات متواصلة إن شاء الله الحالة مستقرة إن لم نقل في انحدار، وبالتالي أيضا مصلحة الإنعاش والتخدير اللي سجلت تراجع كبير في عدد المرضى. هناك تراجع عدد المرضى ولكن ما نقولش الكورونا خلصت، الكورونا مازال يعني حتى تنتهي نهائيا.